سمنة جنة بطعم ريحة الزبدة الصفراء حققت ايه؟ هشام تحسين مدير تسويق جنة. جنة في اقل من سنتين فعلا نجحت وفضلها على القمة خطوة، بس احنا هدفنا القمة. القمة جنة 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 كبيرة جنة. لما غيرت الجنة أكلي بقى أحلى، واللي ما غيرش ما يعرفش فايته إيه. جنة بطعم وريحة الزبدة الصفراء للدرجة دي كويسة وفايتك كتير. جنة فاضل على القمة خطوة. يعني إيه القمة؟ يعني الأولى زي ماما في الطبيخ. البركة في جنة. سقفة ليكي وسقفة الجنة. جنة 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 سقفة ليكي وسقفة الجنة. جنة بطعم وريحة الزبدة الصفراء خطوة للقمة ولسه.